مشاهدي قناة هي في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من على الموضة مع نورة. أنواع التسوق اختلفت كتير قوي عن زمان. الفترة الأخيرة ظهر أنواع مختلفة للتسوق، كان من أشهرها أو أهمها التسوق الأونلاين أو عبر السوشيال ميديا، بالإضافة على التسوق عبر البازارات. النهاردة هنبدأ فقرة الفاشن معاكم مع ثلاثة من رائدات الأعمال المتميزين جداً في نشاط إقامة البازارات الخاصة مع واحد من أشهر بازارات القاهرة الجديدة وهو مافي. خلوني في الأول أرحب بضيوفي اللي منورين استوديو قناة هي وبرنامج على الموضة. أهلا بيكم معنا النهاردة. أهلا بيكم. عايزة أبدأ الأول مع أستاذة هبة بكداش أحد رائدات الأعمال وأسألك فكرة مافي، يعني إيه مافي الأول؟ اشرح لنا واشرح للمشاهدين كلمة مافي أو يعني إيه مافي؟ إزاي جات لكم الفكرة وبداية الموضوع كده جاء إزاي؟ هو مافي الأول دي كلمة فرنسية يعني معناها حياتي. أوكي. كان هنيدة اخترت الاسم أول ما ابتدينا، وفكرة مافي هي دعم المرأة، دعم المرأة في كل المجالات. وان احنا بنعمل زي ملتقى لكل السيدات عشان نستفيد من خبرات بعض، فدي كانت الفكره. والفكره دلوقتي بقى لها تقريبا 6 سنين قائمه، واحنا بنعمل كنا اول ما ابتدينا بنعمل ايفنتس وجاذرنج وتجمعات، ومن شويه شويه ابتدينا نتطور وندخل في موضوع البازارات وكده. وتوسع النشاط بتاعكم. وسع النشاط بتاعنا. طيب يبقى كده نسال استاذه هنيده فرص، رائده من رواد الاعمال كمان، تكلمينا اكتر عن فكره مافي وازاي كانت فكره ملتقى الفكري والثقافي للسيدات. اهلا وسهلا. الاول ميرسي على الاستضافه الجميله. حبيبتي نورت. الله يخليك. ثانك يو. احنا نفس ما قالت هبه، احنا ملتقى سيدات بنحب، يعني انا كتونسيه لما جيت لمصر بحب اتعرفت على الناس اكثر، ورقيت نفسي في الملتقى السيدات اللي احنا نعمله الفطار اللي بنجمع فيه ونتعرف على بعض اكثر، بندي فرصه للسيده تتعرف على سيده تانية في مجال في مجالات مختلفه، ونكون احنا عملنا كده وسعنا الدائره بتاعتنا المتشابهه. وبداتوا تبقى في بينكم يعني تبادل لافكار وثقافات مختلفه، ودي حاجه جميله جدا. مزبوط. جدا مظبوط. على فكره يعني مش مصريين بس، يعني مختلف الجنسيات، كل ما شاء الله مصر يعني حضن كل البلدان العربيه. لقينا نفسنا طبعا في الملتقى السيدات في مختلف المجالات نفس ما قلت لك يعني. ما شاء الله. طيب استاذه نشوى، نشوى يا جماعة برضو صانعة محتوى جامد جدا على السوشيال ميديا، أنا بحب جدا جدا أتابعك على فكرة وأحب فيديوهاتك قوي، ومن كمان رائدة من رواد الأعمال في مافي ومؤسسي مافي. احكي لنا بقى إزاي انضميتي لهبة وهنيدة. الأول أنا جات لي دعوة من مافي، الأول هما الاتنين كانوا قبلي. أوكي. إن أنا أحضر التجمع اللي بيعملوا فيه ملتقى للسيدات، لانه كان جميل جدا، كان فيه كمان بيجيبوا فيه دكاتره نفسيين، اخصائيين للمكياج، دكاتره اسنان، والسيدات بتقعد تسال، فكانت مجالات مختلفه، التجمع كان بيبقى مفيد كمان، مهمه وتهم المرأة. فلما رحت بعد ما بعتوا لي دعوه ورحت انبسطت جدا، بعدها على طول سبحان الله حصل كيمياء كده جميله، فعرضوا عليا ان احنا نعمل بازارات. هم اوريدي كان جوه التجمع بتاع السيدات ميني بازار، بازار كده صغير. كان برضو بيشجعوا بيه السيدات ان هم يبداوا شغل، يعرضوا حاجاتهم. فلما عرضوا عليا موضوع ان احنا نعمل بازارات وافقت فورا بدون تفكير. هو تعقيبا على موضوع الكيمياء ده، متهيألي اي حد عرفكوا او اتعامل معاكوا دي اكتر حاجه احنا بنحبها وملاحظينها بينكوا، ان في كيمستري كده او كيمياء حلوه قوي بتنعكس كمان على روحكم وطاقتكم الايجابيه في اي بازار او تجمع انتوا بتعملوه. طيب هبة احكي لنا بقى ايه انواع الدعم اللي انتوا بداتوا تفكروا تقدموها للسيدات، سواء كان من خلال الملتقيات الصغيره بتاعتكم او بعد كده من خلال البازارات. بالنسبه للملتقى اللي احنا كنا بنعمله، كل ملتقى بيبقى ليه فكره بندعمها. تمام. فكره بقى تجميليه، فكره حاجه نفسيه، ندعم المراه بكل المجالات. ومن فكره الميني بازار اللي كنا بنعمله في كل تجمع، اكتشفنا في سيدات عندهم حاجات حلوه جدا جدا يا نوره، وبس محتاجين شويه دعم وشويه زي ثقه في النفس، او شويه دعم وتشجيع.
حلو. فاحنا ابتدينا بقى نعمل دور، عشان كده عملنا البازارات عشان ندعم ونشجعهم ونخليهم يبقى في دعايه اقوى ليهم وانتشار اكتر. ده كانت فكره البازار اول ما ابتديناه. على فكره ده دور مهم جدا لكل سيده في المجتمع، ان هي تدعم سيده اخرى. على فكره احنا لو كلنا عملنا كده وبدانا من الدائره المصغره بتاعتنا الى دائره اكبر واكبر، ده هيعمل دعم نفسي ومعنوي كبير قوي. السيدات مفروض ان هم يدعموا بعض ويفيدوا بعض في كل المجالات. النهارده هتدعمي حد، بكره حد هيدعمك. مظبوط، احنا كلنا يعني سند لبعض زي ما بنقول. ده اكيد، ده اكيد. وده سبب من اسباب النجاح على فكره. في براندز بقت مسمعه دلوقتي معروفه بدات معانا. صحيح. ده اساسي طبعا. طيب هنيده، تفتكري كده اول ذكريات ليكوا في اول بازار؟ يعني خليني ارجع بيكوا شويه بالذاكره كده. اول بازار عملتوه كان ذكرياته ايه واجواء؟ يكلمينا. ده بالنسبه لنا طبعا حاجه ما بننساهاش. اول حاجه كان في رمضان. اوكي. وكنا حريصين جدا جدا على الملتقى السيدات يبقى برضو في نفس اليوم مع البازار اللي احنا ابتديناه كأول بازار. كان ما شاء الله يعني جمعنا فيه عدد كبير من العارضين. وده ده اللي هو كان من 6 سنين. ده كان رمضان. من حوالي 4 سنين. 4 سنوات. احنا بعد الايفنتات والتجمعات ابتدينا في البازارات. وسعنا يعني 3 سنين بنعمل تجمعات وبعدين دخلتوا مجال البازار. اول بازار كان بقى في رمضان. حلو. اجواء انا بقى خلاص بقى ايه هنخش ونبقى بقى ايه، جبنا انشاد ديني والملتقى ده يعني ركزنا فيه نفطر مع بعض. حلو قوي. نتعرف اكتر على بعض احنا وسواء كانوا عارضين او كان الجمهور. فعلا كانت فكره رائعه. برافو. بلس عملنا طبعا البازار نفس ما قلت لك، ما كانش متوقع العدد بصراحة. اللي احنا كنا قلنا اول طلعة تبقى في مثلا 20-30 عرض، لكن وصلنا تقريبا 60-65 عرض. حلوة قوي. كنا بصراحة فطار رمضان واجواء رمضانية وناس خارجة، وعارفة الاجواء الرمضانية الحلوة كده ولابسين ومتشيكين هوانم هوانم ما بي. كانوا بصراحة كل الضيوف وكل العارضين في اعلى مستوى. ده كان اول يوم كان له بصمه. عدنا السحور ده مش عايز يخلص. انا ما عنديش شك ان ده اكيد بالاجواء اللي انتوا بتحكوا فيها والروحانيات الحلوه اكيد. طلعتوا يعني مستوى هايل ورد فعل جميل من كل الحاضرين. الحمد لله. نشوى بقى تكلمينا ازاي بقى بداتوا تتوسعوا بعد كده؟ عملتوا ايه؟ كان في خطه عمل فكرنا ايه؟ فكرنا على طول ان احنا نبتدي بقى نقعد نفكر في الموضوع بجد. الموضوع الحمد لله نجح. فقلنا لازم نشتغل باحترافيه اكتر. حلو. عملنا خطه وجدول بالمواعيد ومواعيد البازارات المناسبه. حلو. والاماكن. وكلها في التجمع، لان كل الكوميونتي بتاعنا والناس في التجمع. حلو قوي. طيب هبه بقى، بما انك مسؤوله التسويق في مافي، احكي لنا بقى كمسؤوله تسويق بتدعمي ازاي العارضين معاكم؟ يعني احنا النهارده اكيد في مشاهدين كتير بيتفرجوا عليكم وحابين مثلا ينضموا لبازار مافي، بتقدم لهم ايه كدعم تسويقي لمنتجاتهم او معروضاتهم؟ بصي يا نوره، احنا ماشيين منهج كده يعني كذا خطوه. اول حاجه احنا من الحاجات اللي تميزنا ان احنا بنوصل. انت عارفه طبعا دور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي قويه جدا جدا. فبنوصل العارضين بالمعروضات بتاعتهم بصانعي المحتوى والمشاهير. تعقيبا يعملوا لهم دعم ويعرضوا لهم حاجتهم. تعقيبا على النقطه دي، عشان اللي ذكرناه في الاول انه اغلب الناس بدات تتسوق عن طريق السوشيال ميديا او الصفحات الاونلاين. فده المحتوى دلوقتي بقوا يعني مشاهير في المجالات بتاعتهم. معروفين يعني في مجال موضه، في مثلا صانع محتوى قويه جدا طبعاً. بيدعموا الديزاينرز المصريين مصممين الازياء المصريين. ممكن يبقى صانعي محتوى مثلا للتجميلي فيدعموا الحاجات الكوزماتكس اللي بتيجي معانا. فده محور اساسي جدا احنا عاملينه الحمد لله. حاجه تانية برضو متميزنا زي ما انت قلتي، الروح والكيمياء. احنا الكيمياء دي مش معانا احنا التلاته بس، احنا معانا ومع العارضين. احنا بنحرص جدا جدا. صحيح. يبقى احنا في كيمياء حلوه بيننا وبين العارضين. فاحنا اول ناس في مصر عملنا التجمعات اللي قبل البازار مع العارضين. حلوه قوي. عشان نعمل نخلق روح حلوه، ندعمهم لو في اي اسئله. احنا كنا لسه عاملين ايفنت من يومين كان رائع والناس كلها كانت مبسوطه جدا. ندعمهم لو في اي اسئله، نعمل دعايه متكامله بينا وبين بعض كلنا.
وطبعا بنعمل لهم صور احترافيه قبل البازار في سواء التجمعات ديت وفي البازار بنعمل لهم صور يقدروا يستخدموها على السوشيال ميديا ويقدروا يستخدموها في المواقع بتاعتهم. يعني انتوا بتدعموا العارضين من خلال كمان ازود حاجه نشوى عايزه تقولي حاجه برده شاطره جدا في الماركتنج لان العارضين كلهم انت اكيد جيتي يا نور عندنا وشفتي ولو بحب اساليهم بليز السؤال ده احنا البازار الوحيد من كتر الشغل الماركتنج والتصوير وان الحاجات بتروح للانفلونسرز الصح اللي يعرفوا يعملوا ماركتنج صح الناس بيبيعوا العارضين يعني هما مش بس داخلين ما في يبيعوا في اليومين دول لا صح هما بيفضلوا يبيعوا شهر بعد البازار لغايه البازار اللي بعده بسبب كتر ما الماركتنج قوي عندنا الحمد لله. يعني نقدر نقول ان التسويق من خلال مافي للعارضين مش بيبقى بس اثناء فتره العرض لا ده كمان بيبقى بخطه طويله المدى بتستمر من خلال السوشيال ميديا ننزل واحنا كثلاثه اصحاب البازار احنا بنفسنا بنفضل نعمل ريفيوز لغايه البازار اللي بعده لانه ما شاء الله كل واحده فيهم عندها صفحه قويه كمان على السوشيال ميديا كنا اعتبر اننا عيله احنا خلاص دول بقوا دخلوا في عيلتنا احنا لازم ندعمهم ايوه فحتى لو مش كل يعني في ناس طبعا بتدخل معانا كل بازار وفي ناس تبقى على حسب الظروف واختلافات وكده طبعا لا اللي بيدخل معانا مره بيبقى فاكر كويس جدا خبرته مع مكمل كانت حلوه ضافت له ان شاء الله يعني احنا الحمد لله بنضيف ما شاء الله الحمد لله لا وكفايه ان انتوا بتشتغلوا كمان على الالفه بين العارضين والروح الحلوه ودعمكم لبعض يعني دي حاجه كمان مميزه جدا عندكم لا بنقول لهم بنحب ان احنا نيجي معاكم واكنا خروجه صحيح نبقى مبسوطين ده برضو حاجه حلوه الحمد لله تميزنا يعني. طيب هنيدة عايزه اسالك عن انواع المعروضات اللي بتقدموها والسلع المختلفه من خلال بازار مافي طبعا احنا بندور على كل حاجه بتحتاجها السيدات احتياج الستات دي نشوف طبعا من ملابس فاشن تبقى طبعا بجوده عاليه عشان احنا الحمد لله بنشتغل على ليفل معين في البازار منتوجات مثلا زي الاكسسوارات نظارات ميك اب برفيوم منتجات ادوات منزليه ومفروشات حاجات كتير يعني حاجات كل ما كتير. احنا اي حاجه ايه تحتاجها السيده زي اسم البازار مافي هو الحياه فانتوا بتقدموا كل حاجه جميله في الحياه يعني بص هي عايزه ايه هتلاقيها بكل حاجه وبعدين انت عارف يعني ان نفسيه الست لما تعمل شوبينج سلام لو يبقى في بازار ويبقى اسعاره حلوه وجوده عاليه خلاص احنا كده تمام حلو طبعا الاكل عندنا برضو كورنر بتاع اكل بندعم فيه برضو الجمعيات الخيريه بتنزل معانا برضو بنختار مين الجمعيه الصح اللي بتنزل بالمأكولات ونعمل تيست طبعا عليها ونروح نصور مثلا في الجمعيه عندهم عشان بالذات المأكولات بصراحه بتحس فيه مسؤوليه زياده على اصحاب البازار عشان كده احنا بنختار الناس بعناية او العارضين بعناية اضيف حاجة تانية كمان برضو من ضمن التخصص هنيدة وانا مع بعض برضو بناخد رأي هيبة فيه بس ده اللي احنا مسؤولين عنه اكتر التنوع في البازار مين اللي هينزل لازم يكون على مستوى عالي من حيث شكل صفحته من حيث الجودة بتاعت المنتج بتاعه سوري صحيح وكمان لينا كمان عدد معين يعني مثلا ما ينفعش اخد اثنين عطور اكتر من اثنين ملابس العدد ده يعني ما ينفعش يعني انتوا بتراعوا عدد العارضين عشان ما يبقاش فيه تنافس في العدد الاكسسوارات مثلا 10 ستوب بعد كده بنوقف حتى لو جاي في ناس بتزعل بس بقول لهم احنا كاصحاب بازار لو احنا باصين بس الفلوس عشان ما يحصلش تعارض يا استاذه انا عايزه الناس تبيع كلها ده يا استاذه نورا مسؤوليه العارضين دي ده شايلين همها بصفه غير طبيعيه اكيد يعني عارفه قبل البازار والله العظيم نقعد نصلي وندعي متخيله مسؤوليه هم مسؤولين مننا يعني. عشان تقدموا الدعم لكل العارضين طيب هبه تقول لنا كده ايه اخر حاجه عندكم في بازار مافي وازاي ممكن لو حد بيتواصل معانا النهارده او بيشوفكم النهارده ازاي يتواصل معاكوا عشان يكون معاكوا في اخر بازار ليكوا او اخر حاجه ليكوا هتعملوها قريب احنا عندنا صفحه على انستجرام مافي يعني هتظهر عندكم على الشاشه دلوقتي ده مافي جروب دي ممكن اي حد يتواصل في تيم عايزه احنا نسينا نشكر التيم اللي معانا احنا التيم معانا قوي جدا ما شاء الله بروفيشنال
وهم كلهم بنات برضه وبيردوا طول الوقت على الاسئله والاستفسارات، سواء هنا، ندى، هند، بنوجه لهم هانيا، اسيمه، كلهم رائعين، هيفاء، يعني مش عايزين ننسى حد يعني، ده يعني القصد. فهم ما شاء الله شغالين طول الوقت على البيج، بيردوا على كل حاجه، ملمين بكل حاجه، ده التيم بتاعنا. بالنسبه لاخر حاجه احنا عندنا ان شاء الله بازار الخميس والجمعه جايين، اكيد هتيجي يا نوره ان شاء الله. ضروري، ما اقدرش افوت بازار من بازارات وانتم عارفين يعني. كفايه الروح الحلوه اللي انا بشوفها. الخميس والجمعه جايين 26 و27 سبتمبر في ماكسيم مول التجمع، ميجا سيل، كل حاجه عليها سيل، تخفيضات ميجا سيل، تخفيضات على كل حاجه وكل السلع اللي هتكون موجوده في بازار ما في. عايزين الكل يشارك ويدعم السيدات المجتهدات، ويجوا يشوفوا اللي احنا كنا بنتكلم عليه على الواقع بالظبط، ويتعرفوا على السيدات الجمال اللي معانا النهارده اللي نورونا وشرفونا. انا مبسوطه جدا جدا ان انا كنت معاكم النهارده ونورتوا استوديو على الموضه، وان شاء الله نكون معاكم في بازار ما في الجاي باذن الله. ما تنسوش ان انتوا تتابعوهم كمان على الصفحه، ولو عندكم اي استفسارات او اسئله بخصوص بازار ما في ابعتوا لهم، هم هيجاوبوا عليكم على طول. وصلنا لختام فقرتنا الاولى، خليكم معانا عشان الفقره الجايه عندنا استضافه لدكتور المشاهير، هنساله ونستفسر منه عن احدث تقنيات البادي فيلرز والسيليكون. اوعوا تروحوا في اي حته.